أظهرت النتائج الرسمية اليوم الأربعاء فوز حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية الحاكم بأغلبية المقاعد في البرلمان بعد أن اكتسح الدوائر الانتخابية في المناطق الريفية بفارق كبير. وأظهرت نتائج مفوضية الانتخابات أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس إيميرسون مانانغو بصدد تحقيق أغلبية كبيرة بعدما حصل على 109 مقاعد مقابل 41 مقعدا لحركة التغيير الديمقراطي المعارضة، ولم تعلن نتيجة 58 مقعدا أخرى بعد.